صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز إخراج لحوم الهدي والفدية خارج مكة وهو ما يفعله الشركات المعتمدة الآن والموكلة بذلك؟ اللحم لا بأس، الذبح هو اللي ما يجوز إلا في الحرم، الذبح لا يجوز إلا في الحرم، أما إخراج اللحوم والانتفاع بها فيجوز في كل مكان. نعم.